هترد عليا بوجيه؟ قولي موقفنا هيبقى ايه قدام ولادنا ونسايبنا وستاتنا؟ هنقول لهم ايه؟ ولا حاجة. ما تقولش حاجة. ما ينفعش يا رحيم، ما ينفعش، لازم نقول لهم، لأنهم أكيد هيسألونا ولازم نجاوبهم. بس نجاوبهم نقول لهم إيه؟ قول لهم أخونا الكبير اللي ضيع عمره عشان نبقى كده بهوات، استخسرنا فيه اللي باقي من عمره نريحه فيه. أنت فاكر إنك هترتاح؟ ما تكملش! خلاص ما بديش أسمع. مش عايزين تدوني حقي وعايزين تاخدوا اللي مش حقكم. بس أنا هعرف أخد حقي كيف يا شقاقاتي. رايح فين؟ وسع! هتوقفني أنت كمان ولا إيه؟ أوعى! طب من فضلك. ذات فضلك أنت وإخواتك يا أخوي. وبعدين؟ أخوك لازم يفوق يا شاهين، ولو ما فاقش يبقى منه للحاج، هو بقى اللي فوقه. أنت هنا سناء، إيه اللي جابك دلوقتي؟ اسأل نفسك، هتلاقي السبب واحد. الوسواس اللي قالك روح جايز تلاقيها هو اللي قالي روحي جايز تلاقيه. بس أنا جيت بقى وما لقيتكش، فقعدت لوحدي مستنياك زي ما كنت بحلم. لقيتك فاتح الباب وداخل عليا. انت جاي عشان تقابلني مش كده؟ اكدب عليك لو قلت لك ان جاي وفي راسي اقابلك. امال انت جاي ليه؟ جاي هربان من الدنيا كلها، ما لقيتش مكان اهرب فيه غير هنا. وهربان مني انا كمان؟ هربان منك؟ انا هربان بيك يا حسنات. هربان بيا؟ من الامن متوبه عليك، مخبيكي جوا جلدي، ما عاوز حد يرقب غيري. طب تعال. اجي فيه؟ تعال عشان ترتاح، هنتكلم واحنا واقفين كده. انا عاوز ارتاح بك، عاوز حد يقول لي ارتاح كيف. ما انا بقول لك اهو، بس انت طلعني من جوا دوبك وقعدني قصادك وفضفض وقول كل اللي جواك وانت هترتاح على الاخر. تعال تعال. اقعد على كرسي حبيبك ده. بيتهيألي بقى دول هيبقوا اغلى حتتين عفش هنا في الفيلا. انت اغلى حاجه يا حسنات. معنى كده بقى انك مش ناوي تشتري حاجه غاليه؟ صدقيني يا حسنات، انت اغلى حاجه عندي بعد ولادك. صح؟ ما هو بالعقل كده عشان ما نضحكش على بعض، صح ولا لا؟ طب أقول إيه دلوقتي؟ أنا مش ألملمك جوا توبي، لا، أنا لازم ألملمك جوا جلدي وأقفل عليكي. حتى لو حطيتني جوا جلدك، فولادك جوا قلبك، لأنهم حتة منك. أنت خايفة علي يا حسنان. حنين زيادة عن اللزوم يا روحي، حنين قوي، حنين علي وعملت لي كتير. ومن مع أخواتك وولادك بقى بتعمل معاهم إيه وهم حتة منك؟ قولي ايه اللي مضايقك؟ مستكترين علي ارتاح بقيت عمري. هما مين دول؟ اخواتي، عملتهم بهوات عشان يوقفوا في سكتي. تزعلش منهم؟ ازعل من مين عاد؟ العمر كله تحت رجليهم برفع فيهم عشان يبقوا فوق، اول ما مديلهم يد يقولوا لا خليك تحت الرجلين. خايفين على نفسهم، خايفين اجيب لهم العار لو اتجوزتك. ازعل من مين عاد؟ لازم ازعل من نفسي، رضيت العمر كله افضل خدام تحت رجليهم. مش انت قلت لازم ترضيهم؟ ما راضينش. شوف يا رحي، انا مش هرضى انك تتجوزني وتخسر اهلك واخواتك. انا بحبك قوي عشان كده لازم اساعدك، مش هخليك تخسرهم. هتقلب انت كمان ولا ايه؟ مش انت اللي قلت انك ما تقدرش تتجوز غصب عنهم؟ اقول وانهم لازم يحبوني زي ما انت كمان بتحبني. ما عاوزينش. معلش، واحده واحده، انا مش مستعجله، ده الايام بتصلح اللي عمره ما بيصلح. عندك انا مثلا
اخواتي اتبروا مني وسابوني، هم غلابة، ما بالك بقى اخواتك البهوات هيعملوا محكي. كل شيء في اوله بيبقى صعب، كنت عارفه ان ده هيحصل، انا عارفه نفسي، مانيش ام كلثوم ولا شاديه عشان يفتخروا بيا لما انت تقول لهم انك هتتجوزني. امسكي. ايه ده؟ فلوس، هتكون ايه؟ لا يا رحيم. لا ليه؟ معايا. من ايه؟ انا قلت لك بطلي غنى، خلاص انا متكفل بيكي. من هنا ورايح كل لوازمك انا متكفل بيها. لو قدامك حد تاني يتكفل بيكي قولي. مش المفروض تطمني يا زين؟ دي مسألة بعيدة عنك يا سلوى. بعيدة عني ازاي وانت عامل كده يا حبيبي؟ مش المفروض برضو ان احنا حاجة واحدة؟ يعني ايا ما كانت المسألة انا المفروض اشيلها معاك؟ انا مش عارف، مش عارف اقولك ايه. قول اي حاجة بس طمني، هي مسألة عائلية بالدرجة الاولى، انا حساها تقريبا. لا ده اكيد، بس حتى لو في مشكلة المفروض ان انا اساعدك في حلها. يا ريت، يا ريت تقدري. ياه، هي للدرجه دي مساله عويصه؟ رحيم عايز يتجوز. رحيم اخوك عايز يتجوز؟ معقول؟ على انعام؟ طب واولاده؟ اتفضلي حليها معايا بقى، مش عارفين، مش عارفين نعمل له ايه في السن ده. ايوه، وبدل عقله ما يكتمل ابتدى يعيش فتره مراهقه تانيه. يبقى ليله مجالك هنا كان جاي علشان احلل له الجوازه واساعده. لا يا زين اوعى، شكله وشكل العيله هو بالذات هيتهز قدام ولاده وقدامكم كلكم. امال لو عرفت عايز يتجوز مين هتقولي ايه؟ مين عايز يتجوز؟ واحده من اللي بيغنوا في الشواطر والافراح. تبقى حسنات. ايه اللي عرفك؟ شكلهم وهم بيرقصوا مع بعض يوم خطوبة نفيسة كانوا فرحانين ببعض قوي، بس المصيبة كانت انعام مراته، هو بيرقص مع حسنات وهي هاتية زغاريت. دي كده انعام دي طيبة وعلى نيتها. أرجوك يا سلوى، أرجوكي، الموضوع ده يفضل سر بينا كأني ما قلتلكيش لحد ما نشوف ربنا هيحلها ازاي. هو ده كلام يتقال عشان اقوله؟ انا مش عايز ابقى انا اللي اتكلمت وقلت لك يا ماجدة، هيعتبروها فضيحه وانا سببها. اخوك لو معتبرها فضيحه ما كانش اختار واحده زي دي، لكن ده معتبره موضوع عادي، ولعلمك الموضوع ده مش هيستخبى. لا اله الا الله، يعني هنتفضح؟ احنا هنتفضح، لكن المعلم اخوك هيقعد على القهوه في وسط المعلمين يتباهى ويعمل نفسه ضاليع في شؤون الحريم، وانه بياخدهم من الشوادر يتوبهم ويتجوزهم. يا ماجده ده ايه ده؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ بقول لك اللي هيحصل واللي انت عارف ومتاكد انه هيحصل. امال انت فكر اخوك رحيم مختار واحده زي دي ليه؟ عشان تذاكر له ولا تساعده في الدكتوراه؟ خلاص يا ماجده، خلاص خلاص. ما انتش عايز تسمع؟ أنا آسف فعلا إني قلت لك على اللي مضايقني، كنت متخيل إنك هتساعديني وتشوري عليا بدل ما تسودي الدنيا في وشي كده. هو أنا لما أقول لك الحقيقة أبقى بسودها في وشك ولا أنت ما بتحبش اللي يواجهك؟ خلاص يا نكتة، خلاص. بس أعمل حسابك، الدنيا لسه هتسود أكتر لما تلاقي الست حسنات داخلة عليك المحكمة وهي رافعة قضية على أخوك بعد ما يطلقها مثلا. إيه هو ده؟ إيه ده اللي بتقوليه ده يا ماجدة؟ أنت خلاص جوزتيهم وطلقتيهم ورفعت قضية وخلتيني أنا القاضي اللي هيحكم؟ ومستنية لما أشوف هتحكم فيها إزاي. أوه. طبعا، ما هي دي آخرتها، كبير المنشوية يهد كل اللي إحنا عملناه واللي ولادنا لسه هيعملوه. صدقتني بقى لما قلت لك إني عايزة أربي بناتي بالطريقة بتاعتي وبعيدة عن الناس دول؟ خلاص يا ماجدة، اعملي معروف بقى، ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي. أمال لازمته إمتى؟ لما يروح يتجوز البنت دي
اسمع يا منشاوي، انت لازم تشوف لك حل مع اخوك ده قبل ما البنت دي تضحك عليه وعليكم. ده الدنيا كلها هتضحك عليكم وفتحتنا هتبقى بجلاجل. طيب روح قول له خالي عايزك. ده في الحضره يا خالي. ايوه يا ابني، روح قول له خالي عايزك. يلا. ما اقدرش. ما تقدرش ليه؟ اصل ممنوع حد يخش. ممنوع يعني ايه؟ طب روح شاور له. مش هيشوفني. مش هيشوفك يعني ايه؟ مغمض عينيه، استنى لما يفتح وبعد كده شاور له. يلا روح خلصني. ما اقدرش يا خالي. لا حول ولا قوه الا بالله. خلصت طبقة الذكر، اروح انا اجيب بقى القرفة والنفحة للدراويش. لا 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 لا، روح هات والدك الاول. روح. حاضر يا خالد. اهو جه اهو، اروح انا بقى اجيب القرفة. انت فين يا حاج عثمان؟ في ملكوت الله يا دكتور. الله، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ تعال اقعد في العربية. تعال خش يا حاج، لحد العرق ده ما ينشف لا تاخد برد. خش. أنا عايز أقابل ربنا وأنا عرجان كده. بعرق الذكر مش الأفضل إن احنا نقابل ربنا بعرق العمل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. يعني نسيب البيع والشراء. الكلام ده يا حاج عشان تصلي. يعني المؤذن لما يأذن لصلاة الجمعة ربنا سبحانه وتعالى قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اها شفت، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مش الذكر ده يا حاج هو احنا لازم نذكر في الظلمة؟ احنا كفاية علينا النور اللي واصلنا ومنور قلوبنا. ده كلام برضو يا راجل، احنا بشر. شوف احنا اتكلمنا كتير ومش بنتفق. خلي كل حي يذكر ربنا بالطريقة اللي تريحه. جرب يا رضا، وزع على الكل. هات النفحة. هات. تشرب قرفة؟ لا 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 لا، احنا هنشرب القهوة في البيت الكبير. طب روح يا رضا. حاضر يا ابوي. خير؟ الله. صحيح انا ما سألتكش كنت عايزني في ايه؟ عاوز اتكلم معاك في موضوع. موضوع ابو وجيه مش كده؟ لعلمك احنا لسه جارين له الفاتحة دلوقت قبل الحضرة، وان شاء الله هنقرا له ياسين عشان ربنا يصرفه على اللي في دماغه. ايوه يا حاج عثمان، بس لازم ناخد بالاسباب الاول. ربنا ادانا عقل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، مش كده ولا ايه؟ والله انا غلبت معاه وخدت بكل الاسباب زي ما قلت، لكن ما تقلقش انا مش قلقان. رحيم ما يقدرش يطلع من يد ابوه. ايوه ده جه قدام الحج وما قدرش يقولها. قالها يا حاج، قالها لنا الليله وهيقولها لابوه، وده حقه. خد بالك يا حاج، محدش هيقدر يأثر فيه غيرك. الصاحب ورفيق العمر غير اخواته الصغيرين. احنا مش هنقدر نقف قدام رحيم لانه هو اللي ربانا، لكن انت اللي ممكن تقف قدامه وتقول له عيب، عيب بعد العمر ده كله يتجوز مغنواتية بتغني في الموالد. يتجوز ايه؟ مغنواتية يا حاج. اعوذ بالله، اعوذ بالله. لا لا يا رحيم، لا يا رحيم عاد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن رحيم ولد عمران المنشاوي لو عملها. شوف يا رحيم، شوف يا رحيم يا ولد عمران المنشاوي، أنا بشهد ربنا وبشهد أخوك وبشهد العالم كله، لو عملتها أكون بريء منك ليوم الدين. سمعني؟ اسمعها تاني تلاتة بالله العظيم، لو تعملها هكون بريء منك ليوم الدين.
محيم. قابلت اخواتك يا ولدي؟ قابلته. وريحتهم؟ اريحهم. صح يا رحيم؟ وهريح بنتي كمان يا مرحيم. يعني حتفوتي وتفوتك من اللي في دماغك؟ هفوتي هنا وهروح لحالي. يعني ايه؟ مادام جايب لكم العار وههدم اخواتي يبقى ماليش قعده معاهم. ده وتفوتني ما تفوتهاش يا رحيم؟ لازم حد فينا يجي على نفسه. انا هاجي على نفسي بجملتي اللي اتحملته العمر كله. تفوت اهلك وناسك لاجل واحده بتلفلف في الاسواق؟ انتوا اللي فتوني، حرمتوا علي حقي وحلالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا 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 يا ست ام رحيم، بقولك ايه، مساء الخير، عاوز اسمع رد احلى من كده. طب ايدك الاول نبوسها وبعدين نقول. ما تقولش حاجة. ما تقولش حاجة ازاي يا اما؟ ده انا بقالي 5 سنين مستنى اقول وحضرتك مستنية تسمعي. ما بديش اسمع. مالك يا ست ام رحيم؟ ده انا جاي طاير عشان احكي لك. ياما مش حضرتك برضو اللي كل يوم والتاني تقوليلي يا ولدي حكيلك في اخواتك ما حكولي؟ قولي قابلتها قلتلها وقالتلي، ده انت اللي باقي ما حكيتش لامك يا اخر العنقود. يعني اخر العنقود واوله كرهت الحكاوي. مالك بس يا ست ام رحيم، مالك ردي عليا زعلانه ليه؟ سيبني في حالي يا يحيى، انا اللي فيا مكفيني. كرهت الدنيا واللي فيها على اخر الايام، كرهتها. هو في ايه يا بوجي؟ انا هحكي لك اللي حصل. اجي فين بس طمني. اطمن، هتعرف كل شيء دلوقتي. انت الوحيد اللي ما تعرفش وعايزك تعرف. تعال خش مطرحك. في ايه يا بوجي؟ بابا تعبان طمني. لا يا حي، انا اللي تعبان. تعبان ازاي؟ ما انت الحمد لله. اقعد عاد وبطل كلام. مالك؟ المشكلة عندي انا اللي تعبان وتعب الكل معاي. خلاص بقى في الساعة اللي انا جاي فيها اقول لكم عايز افرح، اخطبولي، ربنا وفقني ولقيت نص التاني. انت كمان لقيت نصك التاني؟ هو في حد تاني لقى نصه؟ اخوك الكبير. امال ام واجيه تبقى نصك قال. هتسمعني يا يحيى ولا؟ اسمعك بس افهم. بص لروحك، شوف جاي فرحان كيف بتتنطط لاجل ما لقيت واحده تشاركك العمر كله، ما شايفش في الدنيا غيرها.
شايف في الدنيا غيرها يا يحيى؟ الحقيقة لا. يبقى هتحسب أخوك، هتفهم إخواتك لأجل ما حسوش اللي أنت حسيت بيه ما عذرونيش، باين عليهم اتجوزوا كيف أنا ما اتجوزت. نعم في إيه يا بواجي؟ مالوش عايزك كلام عاد. أنا عاوزك تساعدني يا يحيى. هساعدك؟ بس أنا يعني أخوك الصغير وطول عمرك كيف ابني الكبير، بس جه الوقت اللي عايزك تساعدني فيه هتروح لإخواتك وتقول لهم رحيم خلاص هيروح لحاله، ما نافعش نعيش مع بعض خلاص. ليه بس يا بواجي؟ إخواتك اللي ضيعت عليهم العمر كله هيحرموا علي حقي وحلالي. هم رافضين إن حضرتك تتجوزها؟ ليه؟ أنا متهيألي بقى إن المسألة دي تخص حضرتك بالدرجة الأولى، صح؟ الدنيا مقلوبة يا يحيى، اخواتك مقلوبين علي، ما بجيش مع دول غيرك انت. اياك بس ما تتقلبش انت كمان لما تعرف. اعرف ايه؟ انا هتجوز حسنات. حسنات؟ اللي بتغني. هي بطلت الغنى خلاص، انا اللي قلت لها، مع ان المغنى مش عيب يعني. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يا بواجي. ما تقوليش انا، روح قول لاخواتك قول لهم رحايم ملزموش موافقتكم عشان يتجوز، واذا كان على ابوك انا هعرف اراضيه كيف. فاهم يا يحيى؟ حضرتك بس قولي انا اعمل ايه وانا اعمله. هتخليك بيني وبين اخواتك، انا ما عايز حد يكلمني ولا يجيني. واشرح الحكايه لابوك واللي يحكم بيه انا راضي بيه، بس ما يقوليش فوت حسنات، ده مش هيحصل واصل. انت رايح فين يا ابو وجيه؟ يا ابو وجيه رايح فين بس يا ابو وجيه؟ اقول لك الحق يا ولدي واخوي، انا حاسس ان تعب الكل هنا، انا كمان تعبان، عايز اشوف لي مطرح ارتاح فيه. ترتاح فيه بعيد عن هنا؟ ده انا عمري في حياتي ما ارتحت الا هنا، احنا كلنا ما ارتحناش غير هنا، مفيش حد في الدنيا بيريحنا غيرك يا اخوي. هجيه الوقت اللي بقيت انا اللي تعبكم يا يحيى. كان يسوى اليوم ما شاف حسنات، انت حسنات وسنين حسنات السودي، انت شوف اخوك رايح فين. ابو وجيه، ابو وجيه هاجي معاك. تيجي فين؟ مطرح ما انت رايح. انا ما عارفش رايح فين. مش مهم، ادينا مع بعض. خايف عليا ولا ايه؟ هو انا ليا غيرك اخاف عليه؟ وبعدين بقى بصراحه الحاجه قالت لي انزل اشوفك رايح فين. قول للحاجه ما تخافش، ولدها الكبير كبر خلاص، طلع له ضرس العقل. خليك يا احنا عايز ابقى لوحدي. ادينا مع بعض وخلاص. لا خليك، ابقى كلم اخواتك من بكره، الا اذا كنت انت كمان زعلان مني حاسس ان هيدك بتجوزت لي. شوية شاي يعدلوا المزاج. معوش رايح لفين دلوقتي؟ تسليه عشان لو حد سأل عليك يا معلم الحيم. لو الحاج سأل عليا نقول له راح يحصل عند التجار ولا سافر الصعيد. عمري ما كذبت على أبوك ولا أنا يا عم عزازي. هنيجي على آخر ونعملها كيف يا ولدي؟ أبوك مش هيستحمل، صدق عمك عزازي. أبويا مش ههون عليه، هيقدر. هان عليك الكل ليه؟ أنا اللي هنت عليهم، البهوات خايفين يتعايروا بي. أنا كنت فاكر إنهم هيجدوني صوابعهم العشرة شامة. ما تبيعش الكل يا ولدي. اشتريتهم من عمري كله، أشتري نفسي بقيت أيامي. Thank you.
لو مت ما امشيش في جنازتي. بعد الشر عليك. ولا يدفن. يا راجل حرام عليك. ولا ياخد عزاك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جرى لك هي حاج اللي سمعتيها فاطمة دي وصيتي أمانة في رقبتك وربنا هحاسبك. يا راجل اغزي الشيطان وروح اتوضى. انا قلت له انا بريء. يا راجل اتوضى الفجر حيقدم ودعي ربنا يفكها عليه ويفك العمل اللي معموله. اكيد عامله له عمل بالحب. اهو ده كلام الحريم اللي لا يودي ولا يجيب. كل حي دماغه يتقلب يقولوا معمول له عمل. ايه العمل عمل ربنا. ما انت عارف ان فيه سحر. يجي الحضر ولو متسلسل بحديد ربنا هيفك عنه شياطين الانس والجن. انما خلاص نسي مش ورا سيد الملة بتاع مسك الحريم وريحة الهوانم. ادي اخرتها. كده مرة واحدة يا حاج دي اخرة عشرة العمر. برضو يهون عليك رحيم يا حاج. ما انت عارف طول عمره شجيان وتعبان ما ارتاحش غير على كبر ولما بيجي ابو الاولاد. ما انت كانت يدك بيده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الوضوء. احنا كنا بنقسم اللقمه سوا وانت ورحيم بتاكلوا الاول. كان زمان واول ما شبعنا بصينا لبره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سيدي من نفسي. ما انت عارف من يوم رحيم ما رجله شالته وشربوا خط تجوزوه انعام. مالها انعام؟ ما بقيتش ام العيال وحملت الهموم ولا ما كانتش بتقسم اللقمه معانا هي كمان؟ مش كانت الرابعه بتاعتنا ولا ملهاش الا في ايام الفجر بس؟ واول ما ربنا يدينا من واسع هنتبطر عليها. اتقي الله وقول لاخوك اتقي الله وسيبيني اتوضى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله انت عمالة تدافع عن اخوكي وتنصريه كأنه مظلوم. اخوكي ظالم. عايزة تنصريه ابعديه وامنعيه عن الظلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الوضوء. ربنا يهديك يا رحيم يا والد امي وابوي. انت جاي عشان تتكلم معايا انا في الموضوع ده؟ هو ما اروح لمين بس؟ تروح لاصحاب القرار يا سياده رئيس التحرير. اصحاب قرار ايه بس؟ ما خلاص اذا كان رحيم كبير العيله جالي انا وطلب مني المساعده اصغر اخواته. وبعدين بقى بصراحه انا مش هقدر اخد راحتي في الكلام مع سياده المستشار ولا هو ولا الدكتور. انا اقدر اتكلم معاك انت براحتي. احنا اخوات واصحاب في نفس الوقت ولا ايه يا سياده النقيب؟ يعني انا اللي هاخد راحتي واعرف اخد ودي معاهم؟ معلش تفرق. احنا نروح لهم سوا. انت تبتدي الكلام افتح الحوار. اصعب حاجة في الموضوع ده الافتتاحية. انت شايف ان انا اقدر اقول لاخواتك ان رحيم قرر يسيبنا ويفوت كل حاجة؟ وانت ايه اللي يخليك تقول كده؟ ما اقول ايه يعني؟ اقترح حل. اقترح ايه يا استاذ؟ دي ملهاش حل. دي مقفولة. اشرب العصير. اشرب. ده انا قعدت معاهم وهم بيتكلموا معاه ما قدرتش انطق. تقوم عايزنا اقول ايه؟ اقول ان اخونا الكبير اللي مربينا فجأة كده كيانه يتقلب ويقول انا عايز اتجوز؟ يتجوز؟ انت عارف هيتجوز مين؟ عارف. هيتجوز حسنات. يعني انت جايين عشان تقول لي هيتجوز حسنات؟ بدون فضايح. يعني ايه؟ بدون خساير يعني. ازاي؟ مش انتوا عندكم في الدراسات العسكرية في المعارك حاجة اسمها اقتحام بدون خساير؟
احنا نعتبرها معركة ونخرج من الموضوع ده من غير خساير، من غير ما نخسر رحيم اخونا ولا نخسر بعض. مش لازم نهد كيان المنشوية كله عشان خاطر طاقة دماغ اخونا يتجوز واحدة بيحبها. خلينا عقلين، فهمني يا ابو اشرف.